هل هؤلاء النسوة من المحارم؟ ذكر أولا عمة الوالد، هل هي من المحارم؟ عمة الوالد التي هي أخت أبيه من المحارم، لأن عمة الوالد التي هي أخت جدك، التي هي أخت جدك من أبيك، تكون عمة لك، لأنها عمة لأبيك وعمة لأولاده مهما نزلوا. أما إن كان المراد بالعمة ما عليه عرف العوام من أنها أم الزوجة، فهذا عرف عامي لا أصل له، ليست عمة، وإنما هي أم الزوجة، وهذه إنما تكون محرما لزوج بنتها فقط، تكون محرمة على زوج بنتها، ويكون زوج بنتها محرما لها، أما أخوه أو ابنه أليسوا محارم لها؟ نعم. جزاكم الله خيرا. خالة الوالد هل هي من المحارم؟ كذلك، إذا كان المراد بالخالة أخت الأم أو أخت الجدة، فإنها محرم لابن أختها ولأولاده مهما نزل. فخالة أبيك خالة لك، وخالة جدك خالة لك، وهكذا. خالة الوالدة كذلك، إذا كان المراد بخالة الوالدة أخت أم الوالدة، فإنها خالة لك. نعم. عمة الوالدة مثلها. نعم. بنات بنات الأخ. نعم، أولاد الأخ كلهم محارم، بنات الأخ كلهن محارم لك، وإن نزلنا بنات الأخ وبنات ابن الأخ وبنات ابن ابن الأخ كلهم محارم، لأنهم لا يصدق عليهن وبنات الأخ. نعم. بنات بنات الأخت مثلها. الحمد لله.